راديو الأهرام يقدم نقطة تحول مع رانيا حفني. مستمعينا الكرام، أهلا بكم عبر أثير راديو الأهرام، معكم رانيا حفني وبرنامج نقطة تحول. ضيفي وضيفكم النهاردة وصف انضمامه لجماعة الإخوان بأنه حدث عظيم، ووصف خروجه منها بأنه حدث أعظم. بيعتبر الكتابة فريضة وليس طرفا، فما أقسى أن يكون الواعظ لص وأن يكون الداعية كذاب. رأى الصورة السرية التي لا يباح لأحد من خارج الكهنة الكبار أن يراها، واقترب من الأوراق المخفية للإخوان لكشف الخطر الذي يتسلل برفق إلى حياتنا. ضيفي وضيفكم هو المحامي الكبير الأستاذ طروة الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان والخبير بالحركات الإسلامية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ رانيا، وأهلا بكل المستمعين. حضرتك إمتى قررت أنك تنهي انتمائك لجماعة الإخوان، وليه كان لقائك بمأمون الهضيبي هو خاتمة قصتك مع الجماعة؟ شوفي، هو في حاجة أنا قلتها قبل كده، أن أنا كنت مع الإخوان لكن ما كنتش منهم. بمعنى أنه الصياغة الفكرية والعقلية والنفسية والعقائدية بتاعتي ما كانتش متوافقة معاهم أبدا، لكن كان في ظروف، يعني ابنة الواقع اللي أنا كنت فيه، متعلقة بالمشاعر، متعلقة وليس بإعمال العقل، هي التي دعتني إلى دخول هذه الجماعة. لكن طول عمري وأنا عايش فيها كنت حاسس بغربة، كأننا عايش في مدينة أخرى ليست هي مدينتي. لكن بدأ الإلحاح مني في ترك الجماعة عام 92 في مناظرة معرض الكتاب مصر بين الدولة المدنية والدولة الدينية، وكان بيتكلم عن الدولة المدنية الشهيد فرج فودة، وكان بيتكلم عن الدولة الدينية المأمون الهضيبي والشيخ الغزالي ومحمد عمارة. وقتها قال مأمون الهضيبي كلمة كأنها إيقظتني من نوم عميق أو من غيبوبة كنت أعيش فيها. هذه الكلمة هي أن جماعة الإخوان تتعبد لله بعمليات التنظيم الخاص المسلح التي قام بها قبل عام 52، والعمليات دي كان فيها اغتيال، وكان فيها قتل المصريين، وكان فيها تفجير، وكان فيها يعني لم يتوجه سلاح من الإخوان إلى المحتل الإنجليزي على الإطلاق. فالمسألة دي بدأت ترسل لي إشارات إنه لا، هؤلاء الناس ليسوا هم الذين كنت تتوقعهم أو تأمل في أن يكون من ورائهم خير. فضلت الفكرة دي بتلحها علي، إلا أن أنا كنت بعمل في مجالات بعيدة نوعا ما داخل الإخوان، لأن في أقسام نوعية، فكنت مجال يعني عملي التنظيمي كان داخل قسم المهنيين، وده متعلق بالمحامين ومتعلق بحركة المحامين الإخوان، ودي حركة كانت واضحة وعلنية وكان فيها احتكاك بالقوى السياسية المختلفة. فمكثت فيها فترة إلى أن يعني قر عزمي على أن أترك تلك الجماعة سنة 99، لكن ما بين اتخاذ القرار وما بين تنفيذ القرار فضلت 3 سنوات وأنا في مرحلة مراجعة فكرية وعقائدية ودينية وإنسانية لما كنت عليه داخل الإخوان. وفي عام 2002، في أوائل 2002، كنت قد انتهيت إلى أن هذه الجماعة لا تعمل من أجل الله سبحانه وتعالى، لا تريد رفع شعار الإسلام أو شعارات الإسلام، ولكنها تعمل من أجل نفسها، وهي لا تريد خلافة إسلامية كما تشيع بين الناس، ولكنها تريد خلافة إخوانية وتريد الدنيا وتبحث عن الدنيا وتصارع من أجل الحكم، وكل صراعها ليس من أجل الارتقاء بالمستوى الأخلاقي والعقائدي والإنساني للمسلمين، ولكن من أجل أن تصل هي إلى الحكم. تركت جماعة الإخوان عام 2002، وزي حضرتك ما بتقولي كان أعظم القرارات هو قرار خروجي، لكن قرار دخولي كان عظيم لأنني من خلاله تعلمت الحقيقة، عرفت أنه لا، ليسوا على شيء. بمعنى أنني لو أدخل الإخوان ما كانش ممكن يتوفر لي القدر المعلوماتي
إن أنا أعرف طبيعة هؤلاء، وكان ممكن أكون زي أي حد من الناس فضل زمن يحسن الظن بيهم وخلاص، ويعتقد إن هم جماعة تعمل من أجل الله. بس لكن حضرتك قررت بقى أنك يعني تتخطى الحتة دي وتبتدي تكتب عن أسرار المعبد والكهنة، ليه حضرتك قررت الكتابة؟ والله في ناس مش واخدة بالها إن أنا بدأت أكتب حتى من قبل أن أترك الإخوان بعدة أشهر، وكتبت سلسلة مقالات في جريدة صوت الأمة. كان هذه المقالات بتكلم فيها عن الأخطاء التي أصابت كيان الإخوان من الناحية النفسية والفكرية والعقائدية، وكانت دي جزء من الأجزاء المقالات اللي كتبتها، كانت عبارة عن دراسة كاملة كنت قد كتبتها وقدمتها لقيادات الإخوان فمزقوها ولم يلتفتوا إليها فنشرتها. وكان النشر ده سبب من أسباب أنه أنا أحلت إلى محاكمات داخل الإخوان لأنني تكلمت عن أمورهم الخاصة في الصحف، إلا أنني لم آبه ولم أهتم بهذه الأمور أو المحاكمات، واستمرت في طريقي بعد أن تركت الجامعة من عام 2002 إلى أن كتبت، وأنا بكتب في الصحف وفي المجلات، في الصحيفة أو مجلة إلا وكتبت فيها، وظهرت في بعض الأحيان في برامج تلفزيونية، إلا أن المجتمع وقتها كله معظمه تقريبا كان بيحسن الظن بجماعة الإخوان، حتى أنه بعض المتخصصين من الليبراليين والعلمانيين في ملف جماعات الإسلام السياسي لما كانوا بيقابلوني بيقولوا لي لا تبالغ في انتقاد الجماعة، وكانوا بيعتبروا أنها جماعة وطنية يجب ضمها إلى المنظومة الوطنية للقوى السياسية في مصر. نقلت نفسي نقلة نوعية من كتابة المقالات في الصحف والمجلات إلى كتابة كتاب أشرح فيه الأخطاء التي وقع فيها التنظيم، والكتاب كان عن محاكم التفتيش داخل الجماعة. ثم بعد ذلك عندما قامت الأحداث الكبيرة في مصر في 25 يناير ورأيت أن جماعة الإخوان تقترب من الوصول إلى حكم البلاد، من خلال خبرتي ومعرفتي بيهم ومعرفتي بالوعود اللي هيقولوها وبعدين هيتراجعوا عنها، فوجدت أن كتابة كتاب آخر يفصح بشكل أكثر وضوحا عن خطورة هذه الجماعة، فكتبت سر المعبد. ثم كتبت بعد ذلك أئمة الشر لكي أوضح العلاقة التي نشأت ما بين الإخوان والمخابرات البريطانية ثم المخابرات الأمريكية، وكان هذا الكتاب يعني من أخطر الكتب التي كتبتها، وكان مدعم بالوثائق والأسانيد التي تثبت عمالة الإخوان المخابرات البريطانية، إلى أن جاء الوقت المناسب لكي أقول معظم ما عندي، فكتبت الجزء الثاني من سر المعبد الذي احتوى على أسرار كثيرة ما كان أحد ليصدقها لو كتبتها في أعوام 2009 وما إلى ذلك. ده حقيقي، بس حضرتك كده اقتربت من منطقة ملغومة تماما، كان إيه رد الفعل بعد الكتابات دي كلها؟ طبعا هي بصي جماعة الإخوان دايما تسعى إلى إسقاط مصداقية الشخص نفسه أمام جمهور الإخوان نفسهم، وإسقاط مصداقيته قدام عموم الناس، لأنه إفقاد مصداقية الشخص هيترتب عليه أن الناس مش هتصدق الكلام اللي هو كتبه، فاتبعوا وسائل كتيرة أنا بعتبرها اغتيال معنوي، اتهامات لي في أشياء كثيرة جدا غير صحيحة على الإطلاق، لكن أطلقوها علشان يغلق الباب أمام أي عضو من أعضاء التنظيم وقراءة كتبي. ثم كان هناك توجيه شامل بأنه لا يجوز لأحد من الإخوان أن يقرأ أي كتاب لي، وإلا يعتبر قد ارتكب إثما كبيرا. ثم بعد ذلك أشاعوا بعد كتاب سر المعبد الأول، أشاعوا أنه لا أحد ينشق عن جماعة الإخوان، هم اللي أشاعوا الحكاية دي علشان أمام عموم الناس يقول لهم ده واحد بيأدي دور أو يتبادر إلى ذهن الناس هذا المعنى، فبالتالي لا يستقبل مني الناس الانتقادات التي أوجهها للجماعة. فالاغتيال المعنوي مارسوه معي ولكني لم أتوقف على الإطلاق.
ما زلنا معكم مستمعينا الكرام وبرنامج نقطة التحول، وضيفنا الأستاذ ثروت الخرباوي. حضرتك في الجزء الثاني من الكتاب سر المعبد نفيت القصة الوهمية الخاصة بالبارون دو بنوا. مين اللي قام بتمويل جماعة الإخوان؟ هو بصي، القصة دي للأسف الشديد كذبها حسن البنا وقالها في المذكرات بتاعته، وبعدين كل الناس مشيت وراء الكذبة بتاعته واعتبرت انه ما قاله حسن البنا كان هو الصحيح. والقصة انه حسن البنا لما ذهب الى الاسماعيلية وعام 28 بدأ في انشاء جماعة الاخوان. انه حسن البنا بيقول ان رئيس شركة قناة السويس البارون دي بنوا استدعاه وقال له ان هو معجب بالنشاط اللي بيقوم بيه وان هو يريد ان يدعم هذا النشاط واعطاه 500 جنيه. لكن طبعا من خلال بحثي أنا وتنقيبي عن الأمر وذهابي إلى شركة قناة السويس اتضح أنه ما فيش حد كان رئيس لشركة قناة السويس اسمه دي بنوا في هذه الفترة، لكن كان في واحد اسمه ماركيز، والماركيز دي يعني دول طائفة أو طبقة من طبقات النبلاء في فرنسا. ماركيز اسمه لويس أنطوان، والماركيز لويس أنطوان ده كان أصلا هو صاحب بنك فرنسا، وهو كان رئيس المحفل الماسوني في باريس وصديق مقرب لليستر كراولي زي ما حضرتك قلت. ليستر كراولي اللي هو صاحب كتاب القانون اللي وضع فيه أفكار عبادة لوسيفر أو عبادة الشيطان في عام 1904 و1905. فأليستر كراولي كان له دور في توصيل حسن البنا وتعريفه بلويس أنطوان رئيس شركة قناة السويس. ومن خلال الأوراق اللي يقدر أي حد يروح يشوفها في الشركة هيتضح أنه حسن البنا خد 500 جنيه مش من دي بنوا، ده من الماركيز ده. وكانت مناولة شركة قناة السويس، يعني مش من ميزانية قناة السويس، لأنه ما كانش عندها يعني مسألة أن تنفق على أعمال الخير، لكن كان من بنك فرنسا التابع للمحفل الماسوني. فهو من بنك فرنسا مناولة شركة قناة السويس، فيبقى بالتالي الواحد يفكر هو ليه المحفل الماسوني بباريس دفع لحسن البنا 500 جنيه علشان يؤسس جماعته، وبعدين ظل بعد ذلك يسدد له 50 جنيه شهريا، والإيصالات دي كلها موجودة في الشركة، أي حد يقدر يروح ويطلع عليها ومكتوبة باللغة الفرنسية. وحسن البنا كان موقع على بعض الإيصالات، ووكيل جماعة الإخوان هناك وقع على بعض الإيصالات بالاستلام، وكان التوقيع بتاعهم طبعا باللغة العربية والإيصال نفسه بالفرنساوي. فإيه اللي يدعو المحفل الماسوني بباريس أنه يدفع لحسن البنا 500 جنيه ساعة الإنشاء، ثم 50 جنيه كل شهر لمدة 3 سنوات. بعدين بعد ذلك كان هناك أمور أخرى فيها تواصل مع المخابرات البريطانية اللي كان بيبقى في دعم مادي مباشر أورده أحد الإخوان الذين خرجوا من الجماعة في عام 47، وهو الشيخ أحمد السكري الذي كان وكيلا للجماعة. وأورد أن المخابرات البريطانية دفعت في عام 47 لحسن البنا مبلغ 3000 جنيه استرليني. حضرتك كمان قلت في الجزء الثاني نقطة خطيرة جدا، أن أصول حسن البنا مش من قرية شمشيرة وملوش أي قرايب أو مدافن في هذا المكان، وعايزين نعرف هو جه منين بالظبط. هو طبعا معروف انه يعني انه حسن البنا ده الكلام المشتهر عنه انه من المحمودية محافظة البحيرة، لكن مش اصلهم من المحمودية. الكلام الذي كتبه ابوه والذي كتبه حسن البنا، يعني ابوه كتب هذا الكلام في كتابه الفتح الرباني في مسند الامام احمد الشيباني، وحسن البنا كتبه في مذكراته، قالوا ان هم جايين من شمشيرة، قرية شمشيرة، ودي احدى القرى القريبة جدا من المحمودية لكنها تابعة لمحافظة كفر الشيخ. لكن لما انا يعني الحقيقة نزلت هناك في كفر الشيخ وفوة وشمشيرة، اكتشفت انه عائلة البنا ما فيش عائلة اصلا اسمها عائلة البنا. وعرفت انه يعني جد حسن البنا كان وافدا، جاء من المغرب ونزل إلى الإسكندرية وتقابل مع أحد الرجال كان يدرس من قرية شمشيرة، كان يدرس في
أحد المساجد، مسجد المرسي أو العباس في اسكندرية، علوم الدين. ثم أخذ جد حسن البنا ونزل إلى قرية شمشيرة لكي يعمل في كتاب شيخ القرية يعلم الأطفال الحساب. في البحث اتضح برضو من خلال الكثير من الأوراق والوثائق الرسمية للحكومة المصرية أن لقب البنا نفسه كان قد أعطاه والد حسن، أعطاه لابنه حسن، هو الوحيد الذي أخذ هذا اللقب، ثم أصبح هذا اللقب بعد ذلك لقبا للعائلة كلها. الغالب الأعم يعني أنه الجد ده كان من يهود المغرب، إلا أنه الجذور الأقدم كان جاي من الأندلس، وكان من ملوك الأندلس في أزمنة قديمة كانوا بيعملوا في قصور الملوك فيما يتعلق بالأمور الحسابية والحساب وضبط الدفاتر المالية وما إلى ذلك، وإنه جده الأكبر كان بيعمل في يعني قصر أحد الملوك هناك فيما يتعلق بالدفاتر المالية، ثم هرب من الأندلس وجاء إلى المغرب، ثم جاء أنجب الجد بعد ذلك المباشر لحسن البنا الذي يعني جاء إلى شمشيرة، ثم انتقل حسن البنا أو أبوه انتقل إلى قرية المحمودية وولد حسن البنا في المحمودية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام وبرنامج نقطة التحول، وضيفنا الأستاذ طروز الخرباوي. إزاي حضرتك تمدد هذا التنظيم ليصل لأكثر من 80 دولة؟ وإزاي ممكن نستأصل جذوره؟ شوفي، لما تستعجبي من أنه ولد عنده 20 سنة متخرج من مدرسة متوسطة، هي مدرسة تجهيزية دار العلوم، لكن الإخوان طلعوا يعني وأقدم فيهم حسن البنا أطلقوا شائعات أنه تخرج من الكلية. أيوة. وهو لم يتخرج من الكلية، هو تخرج من المدرسة التجهيزية لدار العلوم، واشتغل مدرس خط عربي وراح الإسماعيلية وهو عنده 20 سنة على وشك أنه لسه ما بلغش سن الرشد، قرب يبقى عنده 21 سنة. ولما تشوفي الولد ده لما ينشئ جماعة ثم تحوز تلك الجماعة هذه الشهرة بعد ذلك، تعرفي أنه هناك أيدي خفية وراءها، وأن هناك من قدمها، وأن هناك من مولها. يعني مولها وقدم له أشياء كثيرة. فطبعا ده مسألة في منتهى الخطورة يجب أن ننتبه لها. المسألة حتى أنه حسن البنا في خلال الفترات الأولى حاول أن ينتقل بالجماعة للعمل في المملكة العربية السعودية، وذهب حسن البنا بالفعل في موسم حج وتقابل مع الملك عبد العزيز في نهاية موسم الحج، وانحنى يقبل يده في موضع الركوع وطلب منه أن ينشئ الجماعة في السعودية، فرفض الملك عبد العزيز وقال له كلنا إخوان هنا في السعودية لا نحتاج إلى جماعة. بالتالي كان يجب أن تكون هذه الجماعة في مصر، ثم بعد ذلك الفكرة التي يروج لها للجماعة أنه الجماعة نشأت لكي تستعيد الخلافة. ولو إحنا ناخد بالنا أنه في عام 24 انتهت الخلافة العثمانية وتم حل دولة الخلافة على يد مصطفى كمال أتاتورك، وأصبحت هناك آمال وطموحات للملك فؤاد أن يصبح هو خليفة المسلمين. وبالتالي لما كتب الشيخ علي عبد الرازق كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي نفى فيه أن تكون الخلافة فريضة من فرائض الإسلام، حكم الشيخ علي عبد الرازق وطرد من هيئة كبار العلماء، ليظهر بعد ذلك حسن البنا ليطلق رصاصة البدء في سباق إعادة الخلافة مرة أخرى على أن تكون مصر هي دولة الخلافة. الكلام ده طبعا وجد هوى في نفس الملك فؤاد، فكان في دعم كبير لحسن البنا من الملك فؤاد، ثم استمر هذا الدعم من الملك فاروق لحسن البنا، وكان حسن البنا ومجلات الإخوان تطلق على الملك فؤاد أنه أمير المؤمنين، وتطلق على الملك فاروق نفس التسمية،
بل إن عندما مات الملك فؤاد كتبت صحيفة الإخوان مات الملك على الملك، بمعنى أن نحن الآن في معية الملك الجديد. وهذه الأمور تعني أن هذه الجماعة يعني كانت تسير بشكل سياسي، تقترب من الحكام طبعا أحيانا كثيرة ثم تنقلب عليهم بعد ذلك، لأنها كانت تريد أن تحقق ليست حتى أهداف مصرية لكن أهداف غربية. الاستعمار بيغير شكله بعد الحرب العالمية الأولى، ما بقاش مقبول قوي في العالم أنه يكون في استعمار بالجنود في البلاد، يبقى بالتالي يجب أن يتم الاستبدال بحيث أن تصبح مقدرات هذه البلاد ومواردها وثرواتها تحت يد المستعمر عن طريق وسطاء. لذلك لما نيجي نبحث عن أفكار حسن البنا وأفكار هذه الجماعة لا نجد غير أنه يقول أننا نريد استعادة الخلافة، ثم بعد ذلك كما يقولون بيأخذ من كل فيلم أغنية، يعني يأخذ من ابن تيمية كثير من الأفكار، يأخذ من ابن حنبل كثير من الأفكار، يأخذ من ابن القيم، يأخذ من هنا، يأخذ من الأشاعرة، يأخذ من المعتزلة. يعني المسألة أنه هو كان بيعد باقة متنوعة عشان تلقى قبول معظم الناس على اختلاف مشاربهم، ويستخدم مسألة استخدام الدين لتحقيق مصالح الشخصية. لذلك أنا بقول أنه إحنا قدامنا طريقين، الطريق الأول هو القضاء على التنظيم والقضاء، والطريق الثاني هو القضاء على الأفكار التي قام عليها التنظيم. طبعا القضاء على التنظيم ده مهمة الجهات الأمنية وهي تقوم به الآن بكل كفاءة. تمام. إنما القضاء على الأفكار ده ينبغي أن يكون حركة مجتمعية، يعني لا نلقي العبء إلى جهة محددة أو نقول الأزهر بس هو اللي يعمل كده، لا، المجتمع كله ينبغي بكل مؤسساته الثقافية والفكرية والدينية والتعليمية والشبابية والفنية والسينما والمسرح وغيره، والإعلام يجب أن يقوم بدور، لكن ينبغي أن يكون هناك رواد يقودوا تلك المؤسسات، رواد يحملون فكرا تنويريا، رواد تكون لديهم القدرة على مواجهة تلك الأفكار الظلامية، علشان ما يقعش الشباب الصغير في المصيادة بتاعة الإخوان، في الحفرة بتاعة الإخوان. نيجي يا فندم لآخر سؤال، عايزين نعرف نصيحة حضرتك للمنتمين للجماعة بشكل علني أو حتى خفي أو حتى المتعاطفين معاها. هو احنا عشنا أعمارنا العقلية العربية والعقلية المصرية، يعني استعارت من العقلية العربية بعض أشياء، منها تقديس الأشخاص. الشخص لما يكون مقدس هقبل منه أي شيء حتى ولو كان متناقضا مع نفسه. فاحنا مش يعني الأفراد الذين دخلوا إلى جماعة الإخوان، عايز أقول لهم أنه كان في أجيال في السبعينيات دخلت وهم تحت وطئة إيه؟ تحت وطئة إن هم حسوا إن جماعة الإخوان دي جماعة مضطهدة. الإخوان كانت بتنشر إنها عذبت في سجون عبد الناصر، وأن منهم من قتل، وأن التعذيب كان في أبشع الصور. وزينب الغزالي يعني كانت قيادية إخوانية تكتب كتاب أيام من حياتي، تكتب فيه عن تعذيب وقع لها لا يعقله بشر. أيوة. لكن وقتها العواطف لما بتكون هي والمشاعر بتاعة الشباب هي اللي كانت موجودة وعالية، فساعتها كنا بنصدق الكلام ده. يعني إعلان المظلومية وإعلان الاضطهاد لما الجماعة تقعد كده كان ده بيخلي الشباب والناس تروح لها. أنا عايز أقول للشباب اوعى تنظر لمظلومية لأنه جماعة الإخوان هي جماعة تروج تلك المظلومية وتشيع تلك المظلومية عشان تجتذب أنصار، إنما انظر إلى الأفكار، هل هي دي الأفكار اللي ربنا أراد لينا إن إحنا نتبعها؟ هل ربنا طلب لنا إن إحنا نقاتل الناس؟ هل ربنا قال لنا اقتلوا حد عشان يقول لا إله إلا الله أو حاربوا؟ هل ربنا قال لنا حاربوا وقاتلوا من أجل أن تصلوا إلى الحكم؟ كل الكلام ده مش موجود في الإسلام. قال لهم فكروا بعقولكم مش بمشاعركم، وخدوا بالكم لأن دي حفرة، دي مصيادة وقع فيها ناس كتير قوي، وأنا بحذركم أن أنتوا كمان تقعوا في المصيادة دي. والإمضاء ثروة الخرباوي. في نهاية هذا اللقاء أشكركم مستمعينا الكرام، مع وعد باللقاء الأسبوع المقبل بإذن الله مع ضيف جديد وبرنامج نقطة تحول.
نقطة تحول مع رانيا حفني.